فاجعة بمدينة داخلة بالصحراء المغربية. شاهد التفاصيل. لقي 6 أشخاص مصرعهم وجرح آخرين في حادث سير مروع اجرى اصطدام سيارة بشارع المحادي لحي المطار وحي النهضة بالداخلة. وحسب المعطيات المتوفرة أن الضحايا من بينهم أطفال ونساء، حيث أن بعض الضحايا بإحدى السيارتين ينتمون لعائلة واحدة. الحادث الأليم خلف وفق أكشك 24 حزن شديد في صفوف عدد من المواطنين الذين حجوا بعين المكان، من بينهم عائلة الضحايا. وحلت بعين المكان السلطة المحلية بنفوذ الملحقة الإدارية الوحدة والأمن الوطني للكشف عن أسباب وحيثيات هذا الحادث الخطير، فيما تم نقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة.